الوضع في العاصمة العراقية بغداد لا يخرج عن دائرة الترقب الحذر. حركة الأشخاص والمركبات باتت أقل مما هو عليه قبل اندلاع الأزمة الأخيرة. الأسواق لا تفتقر لأي سلعة، والأسعار لم يعبث بها تجار الأزمات بعد. قبل كانت هذا الجزء كانت الأوضاع شوي أحسن من هسه. الناس خايفة، الناس ما قاعد تطلع مثل قبل. زين، أما أنا صاحب أسرة الحمد لله وشكر، دا أطلع الصبح للشغل واشتغل وأجهز العيش الكريم لعائلتي والحمد لله وشكر. النقاشات المسموعة بين الناس تدور بشأن مستقبل الأمن في العاصمة، خصوصا بعد الاغتيالات مجهولة المنفذ. أما الموقف مما يجري في العراق فلا يخرج في مجمله عن عباءة الانتماء المذهبي. الجيش مسيطر واحنا مساندين الجيش والحكومة والمرجعية. قبل كان نوعا ما نقول استقرار، صح كانت اكو احداث يعني تفجيرات يعني، بس هسه لا، حاليا شوي وضع متوتر بعد اكثر. قبل كانت مثلا الناس تقدر تطلع تقدر تطل، هسه لا شوي تخوف. بغداد اكثر تماسك من المحافظات الاخرى، وما اصور بها يعني هي تنتقل طائفية، لان احنا هنا نسيج يعني متماسك اكثر من المحافظات اللي موجودة يعني حاليا. أمنيا ثمة تغييرا في الخطط قد حدث، فالجيش لم يعد منتشرا بذات الكثافة كما إبان الانتخابات البرلمانية على سبيل المثال. أما نقاط التفتيش فيتمركز في كثير منها رجال الشرطة بمساندة مؤيدين للجيش وللحكومة. ما يحدث في محافظة الأنبار ومدن عراقية أخرى مضطربة أثر على سكان العاصمة العراقية بغداد، فحالة الاحتقان واضحة هنا، لكن الأوضاع لم تخرج بعد عن نطاق السيطرة باعتبار أن العاصمة معتادة على عنف من شاكلة الانفجارات والسيارات المفخخة. أبو بكر أحمد، سكاي نيوز عربية، بغداد.